صباح الخير عليكم، صباح النور، كي دايرتو؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بصحه جيده. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، عرفت راسي غبت عليكم، ولكن والله العظيم البنات غير مع الخدمه، راكم عارفين ما كاين غير الجره دابا. يعني الحمد لله تحلت يعني القطع ديال الحفلات، غادي نبقى نشارك معكم الخدمه ديالي كامله. فاليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم من الصباح حتى الليل. اول حاجه غادي نفطر، ومن بعد غادي ندير الغدا، في العشيه غادي نمشي لواحد المحل كنخدم عنده داكشي اللي كان كيخصني ديال الخدمه. من بعد غادي نمشي نضرب لكم دويره في البلاصه اللي كناخذ منها لي شال، وكنت بغيت واحد البيجاما. المهم غادي نضرب لكم هكا دويره، وفي اخر الفيديو غنشارك معكم واحد البلاصه غناكلوا فيها الحوت، زوينه غادي تعجبكم بزاف. فبالنسبه للغدا البنات غادي ندير اللوبيا تحت الطلب ديال واحد المتتبعه. اللوبيا انا كناخذها كنفزقها هي الاولى، كنديرها كشويه شويه في الميكات، فاش كنبغي نطيبها كتجيني ساهله. يعني ما كنقولش راني نسيت اللوبيا ما فزكتهاش، ولا راني ديجا شاركتها معكم. كل واحد والطريقه ديالو، انا غادي نوريكم الطريقه ديالي. كندير اللوبيا، كندير واحد جوج مطيشات كنحكهم، البصله، المعدنوس، كندير واحد معلقه مطيشات الحك، الثومه، صافي، والعطريه، سكينجبير، البزار، الخرقوم، وشويه ديال الشاونيه، زويته بلديه وزويته روميه ومليحه. كما قلت لكم كاين بزاف ديال الانواع، كاين اللي كيدير لها شرموله، انا ما كتعجبنيش بالشرموله. وبالنسبه لمطيشات الحك اختياريه، يعني هي غير كتلبي المريقه، صافي غادي نسدها وصافي، وغنخليها كطيب. راه كطيب دغيا، خصوصا اللي كانت اللوبيا طيابه راه كطيب دغيا. مين كنطفي عليها غادي نزيد لها واحد جوج زيوده حرام، وغنخليها حتى غادي تلبى لي المرقه مزيان مزيان بهذه الطريقه. والله العظيم البنات اللي كيدوقها عندي كتعجبو طريقه سهله. ممكن كما قلت لكم راه كاين بزاف الانواع ديال اللوبيا. هنايا كنت بغيت ندير معها الحوت، ولكن راجلي ما جابوليش، يعني ما لقاش. فغادي نشارك معكم واحد الطريقه ديال الدنجال، غادي نرافقها بالدنجال. كما كتعرفوا اللوبيا كتبغي اما زعلوك ولا شي حاجه هكا مقليه. هنايا درت العطريه كامله، البزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال السودانيه والشاونيه، وغادي نزيد عليها الطحين. انا ما كانش عندي الطحين، درت غير القمح، وغادي ندير عليها الماء، يعني واحد الخليط بحال الشكل ديال البغرير اولا ديال الكريب. وغادي نغطس فيه هذاك الدنجال اللي درت له شويه ديال الملحه وشويه ديال الخل، وخليته شي شويه باش ما كيشربش ليا كما قلت لكم الزيت. بهذه الطريقه وكيجي بنين، يعني كيجي مقرمش. الا كنت عندكم البنات شرموله مدقوقه ديروها فيها وديروا الطحين وقليوها، انا ما كنتش عندي. المهم درت غير العطريه، صافي غادي نقليه. وراني ديجا قليت الفلفل، يعني قليتها عاديه ما شويتها ما والو، غير قليتها. كما قلت لكم اللوبيا كتبغي الحوت واللوبيا كتبغي البرد. دابا هذه اخر مره ان شاء الله باذن الله، ربي يعطينا طول لنا العمر، ما غاديش نبقى نديرها حتى البرد لانها ما كتبغيش هي الصيف. وفاش كنطفي عليها البنات كندير لها واحد القطرات ديال الحامض. وراني ديجا مشاركه معكم الطريقه ديال اللوبيا، كندير فيها واحد العويد القرفه وورقه سيدنا موسى، راه ما كيجيش نهائيا باين فيها العود القرفه. وفاش كنجي نحطها كما قلت لكم تندير لها العصير ديال الحامض هكا، ما كدرش يعني ما كديرش لي غاز وما كديرش في المعده. صافي مور الغدا. المهم من بعد ما غسلت المعنات وقديت الدار، غادي نديكم معايا حيت عندي كانت يعني مور هاد النهار هذا بيومين كانت عندي واحد الخدمه، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. مشيت باش غادي ناخذ هكا شي حاجه اللي خاصاني ان شاء الله. فيديوهات جايه غنبقى نشارك معكم يعني لي ديتاي ديال الخدمه ديالي. كنخدم عند واحد السيد كاين في البرج، وكناخد من عند واحد السيد كاين في اجلال هكا. ولا بعد المره فاش كنمشي لكازا كنشري داكشي كامل اللي خاصني، راكم عارفين دابا حيت ما كناش خدامين، يعني ستوك عندي خاوي، ما عنديش بزاف ديال المسائل اللي غادي نخدم بها. فمشيت باش نشوف الجديد، وميم طون ناخد شي حوايج خاصيني. هاد السيد هذا كما قلت لكم عنده لي موتيف ديال لي دراجي، عنده بزاف ديال يعني شي حاجات اللي غادي نحتاجهم في الخدمه كنلقاهم عنده. والاثمنه عنده مناسبه، غير انا يعني الاختلاف ديال الخدمه ديال الراجل ماشي هي ديال المراه، انا كناخذ الحاجه وكنزيد لها المسه ديالي، يعني ما كنخليهاش بوحدها، ما كنخليهاش هكا. مثلا هاد لي بوكس ديال الحنه ما كنخليهمش هكا، انا كنزيد لهم بزاف ديال الحويجات باش كيزيدوا يغنيوهم وكيزيدوا يخليهم بيرسوناليزي اكثر. صافي انا غادي نضرب لكم دوره باش تشوفوا شنو عنده. هادو بالنسبه لي فيغ اللي كنديرهم بهم خشخاش او لا الحاله، عنده نفافخ على الاشكال ديالهم اللي ما كنلقاهمش، لان نفافخ ديال لا ديكوراسيون ديال عيد الميلاد او الخطوبه ولا هذا ماشي نفافخ عادي، يعني تيكونوا فيهم واحد اليتيم وتيكونوا باحجام مختلفه كما شفتوا بهذا الشكل هذا. كنلقى كلشي الحمد لله عنده. المهم هانتوما ضربوا دويره، ومن بعد غادي نمشي في العشيه
الهديم، غادي نديكم تضربوا هكا دويره وغادي نمشي للمبروكه تنضروا نضروا ورجع للمبروكه، لان صراحه فيها وليت كنلقى فيها ريحتين، كنلقى فيها داكشي كامل وما فيهاش زحام. غادي نشارك معكم البلاصه ديال واحد السيده كنخدم عندها البيجامات، وواحد السيده حتى هي كنخدم عندها كي الحويجات، وكانوا يسولوني بزاف ديال البنات على منين كناخذ لي شال ديالي. انا غادي نوريكم المحل اللي كنخدم عنده، غنعطيكم الفرق ما بين موسلين وليكرا باش هكا تعرفوا الفرق، وزعما ما تشمتوش الا جيتو تشريهم، ونقول لكم حتى الثمن ديالهم وكلشي. فنخليكم هكا تضربوا دوار في المحل ديال المستلزمات ديال الحلويات وداكشي ديال المناسبات، ومن بعد غادي نرجع معكم. المهم البنات، من بعد ما خديت داكشي اللي خاصني من عند السيد اللي قلت لكم كنخدم عنده داكشي ديال الخدمه، غادي المهم كانت ناقصاني شي حاجه غادي نهبط للمدينه. راكم عارفين ما يمكنليش نبقى غاده وكنصور، صراحه كنحاول انني نبقى زعما نهضر لكم بلا ما نبقى ندير لكم المونتاج، والله العظيم مازال البنات ما كنتشجعش، وخصوصا فاش كنكون هكا في الزنقه تنحشم نبقى غاده وكنهضر. فان شاء الله باذن الله غادي نبقى نشجع في الفيديوهات الجايه، ونبقى نهضر لكم هكا بلا ما نبقى عاد كنمونتي وعاد كندير الصوت. هنايا غادي نهبطوا لهذا المركب اللي كاين في الهديم، وغادي نمشي نضرب لكم دويره في الهديم في الساعه ديال الهديم. صراحه الهديم كيكون عامر، تتكون هذه البلاصه هذه هذه الساعه كما معروفه كتكون فيها الحلقات، يكون فيها بزاف ديال الانشطه، ولكن مع هاد كورونا هذه صراحه بزاف ديال الحوايج تبدلوا، ولكن راه الحمد لله بدات كترجع الحياه كيف ما كانت. غادي نمشي لواحد المحل غادي نشوف الى عنده هكا بيجامات، ما عنديش بيجامات البنات طوال هكا، تنقول الا جا شي حد هكا شي ضيف ولا شي حاجه لبس شي حاجه طويله، ما عنديش البيجامات بزاف طوال، ما لقيتش داكشي اللي عجبني. غادي نعاود نمشي عاوتاني للمبروكه، صراحه كنرتاح في المبروكه بزاف، حيت كنعرف زعما تما بزاف ديال صحاباتي عندي تما كنخدم عندهم، سيده اللي كنخدم عندها الحوايج ديال العصري، وكاينه واحد سيده كنخدم عندها حلي شال. كانوا بزاف ديال البنات سولوني على البلاصه مي كناخذ لي شال، كنت كناخذو صراحه من بالفتيان، ولكن تعرفت على واحد السيده اللي عمرها سلعه كدير اثمنه مناسبه وعندها لا كاليتي. غادي نوريكم عندها الفرق ما بين الشال ديال الشيفون والشال ديال عفوا ديال موسلين اولا ديال الكريب. صافي جيت لهنايا كما قلت لكم المبروكه، غادي نشوف لهاد القشيشبات، صراحه هادو زوينين عجبوني، ولكن ما فيهمش لي طاي، كاينين يا اما كبارين يا اما يعني ما لقيتش الطاي ديالي. المهم هانتوما ضربوا دويره معايا، وكما قلت لكم السيده اللي كنخدم عندها لي شال كاينه في المبروكه، غادي نخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف. عندها الاثمنه غزاله، والتعامل ديالها عندها لي فولاغ عندها لي شال، وكما تعرفوا لي انا كندير لي فولاغ ديال اولا لي شال هادو ديال الكريب. صراحه كنت كناخذ البنات ديال الموسلين، راني يعني ديجا مشاركاهم معكم، ولكن كيبينوا بحال هكا الشعر من التحت كيبينوا هكا، الا كنتي دايره ودنين ولا هذا كيبينوا كلشي، ولا خصك ديري تحت منهم شي باندا ولا شي دريره ولا شي حاجه. ولكن هادو ديال الكريب البنات زوينين كما شفتوا، هادو ديال الموسلين شوفوا كيفاش كيبينوا، هادي هي لا مارك ديالهم، والكريب ما كيبينوش زوينين بزاف. انا ديما فاش كنهبط كناخذ اللون، لان ما كنديرش انا اللون مع يعني ما كنلصقش اللون مع الشال، مع كنلصق انا الشال مع الصباط ولا مع الساك. صافي المهم دابا ندير لكم شي فيديو فيه هكا الفات ديال الحجاب، راه كانوا طلبوه مني البنات بزاف. وهنايا جيت عاوتاني عند ماريا دابا نوريكم شنو خديت من عندها. المهم عاوتاني طفى ليا التليفون، تجيت للدار صافي بدلنا حوايجنا وهذا
وغادي نمشيو باش ناكلو الحوت، حيت بقى بالي مع الحوت ما درتوش في الغداء مع اللوبيا، وبقى بالي مع الحوت. وهاد البلاصه البنات شي قسما بالله البنات، بالنسبه للبنات ديال مكناس احسن بلاصه ممكن انكم تاكلوا فيها الحوت في مكناس، سميتها دار الحوت ريتاج. غادي نخلي لكم يعني ما والله العظيم ما اشهار ما شي حاجه، انا غير البلاصه اللي كتعجبني كنبغي نشاركها معكم وصافي. عرفتوا عندهم واحد الطراوه وواحد التعامل، وعندهم لي بلاغ غزالين، واحد لا ديكوراسيون كيديروا، واحد شنو نقول لكم السيرفيس عندهم زوين صراحه. انا باش ما نكذبش عليكم كناكلوا الحوت في الوان ولا كناكلوه في كطافيش، ولكن هادي عندهم البايلا، عندهم لي بات، عندهم ماشي غير الحوت عندهم، ولكن هما سبيسياليزي زعما في الحوت. عندهم لاصوب ديال الحوت، هنايا جبت معايا اسراء وجبت معايا سلمى بن جيراننا، خديت لهم هما بيتزا مارغريتا، وحنا خدينا واحد البلا ديال الحوت انا غادي نوريها لكم، وخديت لاصوب ديال الحوت. مهم عندهم لا ديكوراسيون، عندهم حيت عاد حل هذا المحل هذا، هنا لا ماشي بزاف يعني ماشي ما كملش شهر الا داروا الافتتاح، كاين غير في الناعم الطريق ديال الرباط، يعني كيطل هو على طريق ديال الرباط. كما قلت لكم هاد لاصوب هادي غزاله، عتم قومه فنه، وهنايا هاد البيتزا هادي وهاد البلا هادي ديال الحوت. الا بغيتوا الاثمنه البنات تواصلوا معايا ونقول لكم الاثمنه ديال كل حاجه. هاد البلا ديال دو بيرسون، عندهم البلانشا وعندهم الحوت المقلي. شوفوا لا ديكوراسيون والسيرفيس كما قلت لكم ما عندي ما نقول. وهنايا بالنسبه للبنات خدينا لهم بيتزا، عندهم كما قلت لكم البايلا، عندهم لي سالاد، عندهم لي سالاد فخوي، عندهم لي جو، عندهم كلشي كلشي عندهم. واهم حاجه عجبتني ما كيتعطلوش وكيجيبوا لك الحاجه في وقتها، واهم حاجه الطراوه. شوفوا الحوت كيفاش داير من الداخل، يعني ما كيعمروا لكش داك البلا غير بالحوت اللي تيكون مثلا البواجو، ولا كيعمروا لك غير تيكون الحوت زوين. شوفوا الكالامار اوف الكروفيت، شوفوا كيفاش داير رويال غزال وطيب على حقو طريقو. هادي السميه ديال هاد الغيستو هذا. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش من اللايكات، وبسلام عليكم.